محافظة العقبة، نتحدث عن مديرية زراعة العقبة ودورها الرئيسي من خلال المراكز ساعات الدوام الرسمي نعمل جنبا الى جنب مع دائرة الجمارك وجميع الجهات الرقابية في ساعات العمل مستمرين، ليس فقط تضم مديرية الزراعة في العقبة العديد من الأقسام، منها النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى طاقم وفريق عمل من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين المنتشرين من خلال المراكز الحدودية والجمركية. العقبة منطقة ممتدة واسعة المساحة، وكلنا بنعرف أنه موقعها مهم جداً، يعني هي تقع في جنوب الأردن على مواقع خلينا نقول الموانئ، المطار، الموانئ البرية والموانئ البحرية، لذلك أخذت أهمية خاصة، وأهميتها كانت من انطلاقتها في 2000، انطلاقة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في 2001 بناء توجيهات جلالة الملك، واللي ارتأى أنه تكون هي إلها وضع خاص بالنسبة للمحافظات الأردن لموقعها ولأهميتها. فأنا مدير زراعة المحافظة، مديرية الزراعة
إنه في المواسم بتكون فحص حشرات، ففحص الحشرات للعين الوحدة باخد نص ساعة لتطلع النتيجة ساعة إلا ربع، في حين إنه لو كان موجود، لو مش موجود المختبر كان أخذ ليومين ويصل ويتوزع الساعة الثانية يوم الساعة 9 الصبح. أو عن طريق التربة الطبيعية. فمهمتنا الرئيسية هي منع أي من هذه الآفات دخول المملكة حسب تعليمات الحجر الزراعي، وهذه الآفات تكون مسجلة عالمياً طبعاً. المحور الثاني هو الإنسان، طبعاً هون بناخذ عينات ونفحصها عن متبقيات المبيدات والسموم بحيث أن تكون صالحة للاستهلاك البشري ولا تسبب له أي أذى. المحور الثالث اللي هو الحيوان، طبعاً هون بيجي عنا عن طريق من موانئ العقبة اللي هي المنتجات الحيوانية والحيوانات الحية، ويتم عليها إجراءات حجرية من حيث سلامتها وجودة هذه المنتجات. طبعاً إحنا هون في المراكز الحدودية الجمركية في عنا تشاركية قوية مع الجمارك الأردنية، طبعاً لا يتم أي إجراء إلا بتشارك، ويكون في عنا نظام موجود اللي هو الأسيكودا بين الجمارك وبين الدوائر الأخرى منها الزراعة.